شعب جنوب سيناء. أشكر دعوتكم الكريمة لأكون بينكم اليوم مشاركا في الجلسة الافتتاحية لمجلسكم الموقر، متمنيا أن تحقق اجتماعاتكم أهدافها بكل نجاح وتوفيق لصالح شعوبنا بكافة مجتمعاتنا العربية. ضيوفنا الكرام، إن محافظة جنوب سيناء تلك المحافظة الفتية الواعدة والتي تشهد نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات، لم تغفل قط خلال مراحل التنمية النهوض بكافة الأنشطة والخدمات الاجتماعية، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل الارتقاء بالمستوى الاجتماعي لمواطني المحافظة، وبصفة خاصة محدودي الدخل وأصحاب المعاشات المختلفة، وأيضا الفئات الخاصة مثل الأيتام والمعاقين وغيرهم، وكذا أبناء جنوب سيناء من البدء، خاصة الذين ما زالوا حتى الآن يقطنون في الوديان والتجمعات البدوية الجبلية البعيدة، ويحتفظون بتقاليدهم القديمة، وقد حرصنا أن نصل بكافة الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية إلى هذه الفئة لتوفير حياة أفضل للمواطنين وتحقيق الاستقرار لهم بعد سنوات من العناء والعزلة والترحال خلال سنوات الاحتلال. أعزائي الحضور، لا يسعني إلا أن أشكركم على جهودكم الصادقة التي تبذلونها من أجل الوصول بالشعوب العربية إلى المستوى الذي يحقق الاستقرار الاجتماعي لكافة فئات وقطاعات المجتمع. معالي الأستاذة مريم محمد خلفان أرغوني، وزيرة الشؤون الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الدورة 34 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. معالي المحامية ريم أبو حسان، وزيرة التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، رئيس الدورة 33 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. معالي الدكتور عبد الله صالح مبارك الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر، ورئيس الدولة 32 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. السيد أستاذ نور النابلسي، رئيس وحدة التنسيق والمتابعة. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، ضيوف مصر الكرام، يسعدني بدوري أن أرحب بكم في بلدكم الثاني جمهورية مصر العربية وفي مدينة شرم الشيخ الجميلة، ضيوفا كراما، أخوة وأخوات أعزاء. لو اسمحوا لي أن أبدأ بأن أتوجه بالتقدير إلى معالي اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على دعمه المتواصل لأعمال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وعلى تقديمه كافة الإمكانيات بما سهل تنظيم أعماله في أفضل صورة.